بالنسبة إليه فالأمر يتعلق بهجمة واعدة. أيوه لماذا؟ لأن شروط الفرصة السانحة لم تتوفر جميعها، كانت هناك إمكانية للمنافسة على هذه الكرة من طرف أحد المدافعين، وبالتالي لا تصبح فرصة سانحة للتسجيل وإنما تتحول إلى هجمة واعدة، والقرار المتخذ في هذه الحالة كان قرارا صحيحا. أكيد هو أنه كلما غاب أحد الشروط تقل العقوبة. هنا ما كاينش الكونترول، الاستحواذ على الكرة ليس 100%، وتواجد مدافع الذي يمكنه أن ينافس على الكرة. أي الحالة ما وبالتالي بعد مراجعة الحالة تبين على أن الأمر لا يتعلق هنا بلمسة يد، لأن اليد كانت ملتصقة بالجسم ولم تعطي حجما أكبر للجسم، وبالتالي فهذه من الاستثناءات التي لا تحتسب على إثرها ركلة جزاء، والحكم بعدم احتسابه ركلة جزاء ولا غرفة الفار التي أيدته في ذلك كان قرارهما قرارا صحيحا، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء في هذه الحالة. هنا كانت عندنا ركنية لعبت إلى مهاجم فريق الرجاء داخل مساحة الجزاء، المهاجم هنا ديال فريق الرجاء أراد لعب الكرة وقام بمد رجليه، الرجل ديالو غادا تجي فوق الكرة هنا وسوف يفقد توازنه ويسقط بمفرده دون أن يكون المدافع قد ارتكب في حقه أي خطأ، وبالتالي فلا وجود لركلة جزاء في هذه الحالة لأن المهاجم فقد توازنه بعدما وضع رجله فوق الكرة وأدت إلى سقوط.